بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بكم في هذا المباشر الخاص بمارشال ليرنينغ راديو و اف بي بي تي. إذن سنقوم بخلق decision tree أو شجرة القرار على هذه الشاكلة، وتحويل داتا سيت أحبائي الكرام، مثلا داتا سيت الخاصة ببعض المعلومات إلى decision tree كما هو مبين في هذه الصورة، دائما في إطار الذكاء الصناعي، تعليم الآلة machine learning classification problems. إذن سنتحدث خطوة بخطوة إن شاء الله. إذن لاحظ عندنا مثلا داتا سيت، مجموعة من المعطيات. إذن هذه الداتا سيت أحبائي الكرام تحتوي على لائحة الركاب في سفينة تايتانيك، وعبارة عن تمرين كلاسيكي دنس. سأسمح هنا إذن عبارة عن تمرين كلاسيكي معروف جدا، إذن بحيث يحتوي على المعطيات الخاصة بركاب تايتانيك، مثلا باساجر اي دي رقم المسافر، سيرفيفد هل عاش ام غارق، ثم بي كلاس يعني الصنف درجة السفر، واش درجة السفر رقم 1 2، درجة السفر رجال أعمال إلى غير ذلك، نيم وعلى، ثم جندر ميل أور فيمر، ثم ايج، ثم سابلينجز سبوز يعني عدد المرافقين والزوجة وعلى، ثم تيكت رقم التيكت أحب الكرام، ثم فار يعني ثمن التذكرة إلى غير ذلك من المواصفات. إذن ما معنى ذلك؟ نريد أن ندرب الحاسوب ونعطيه مئات من المعطيات، لنعطيه مثلا شخص باسم ونسب، ثم درجة السفر، ثم السن، ثم ذكر أم أنثى، ثم ثمن التذكرة، وهو يتوقع هل سينجح هذا السيد أم لا. إذن دائما هذا الفيديو هو عبارة عن الدرس الثاني، أما الدرس الأول فلينير ريجريشن مهم جدا لتأخذ فكرة، هذا يدخل في إطار الكلاسيفيكيشن. إذن عندنا هذا الملف أحبائي الكرام، يمكنك أن تقوم بتحميله من منصة كيغل. منصة كيغل تحتوي على جميع أنواع الداتا سيت، اكتب فقط في محرك البحث داخل كيغل وستجد جميع المعطيات. إذن هنا سيكون عندي أحبائي الكرام هذا الملف، هذا الملف هو تايتان train.csv file، يحتوي كما قلنا على جميع المعطيات الخاصة ب المسافرين في سفينة تايتانيك ولا. ثم هذا الملف سنقوم بالعمل عليه. إذن يا بسم الله على بركة الله نذهب إلى التطبيق، سنقوم بخلق مشروع جديد. إذن زر أيمن، سنسميه new python file، ثم سنسميه مثلا decision tree وعلى .py وعلى. يا رب. إذن سنقوم بتتبع الخطوات اللازمة لعمل التصنيف. يا بسم الله step 1، إذن تحميل المكتبيات أو library وعلى import كما قلنا import أول مكتبية مهمة جدا ربما نحتاجها، import numpy الخاصة بالتعامل مع المصفوفات، وسنقوم بتسميها mpy بدل كتابة numpy سنكتب mpy فقط. import المكتبية الثانية المهمة جدا هي pandas الخاصة بالتعامل مع الداتا سيت، سنسميها أحب الكرام ps. ثم مادام يعني سوبرفايز ليرنين او تعليم الاله، سايكيت ليرن يعني سايكيت ليرن مهمه جدا، سنقوم بالعمل بسايكيت ليرن اسك ليرن سايكيت ليرن. اذا سنقوم بتحميل الجزء الخاص بتري وعلى بشجره القرار، لانه نود. ثم هنا لتحويل نقطة دوت يعني المعطيات دوت إلى إيماج، سنحتاج هذه المكتبية الجميلة جدا وهي أحبائي الكرام جراف VEZ، مهمة جدا هذه المكتبية، ستمكننا من تحويل المعطيات الخاصة إلى شجرة القرار. إذن هذه عبارة عن الصنف على الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ستيب 2، لاحظ سيب 2 سنقوم إن شاء الله بتحميل الملف load data set
from CSV file. CSV file مهم جدا أن نقوم بتحميل المعطيات. إذا هنا سنقوم بتحضير المعطيات. إذا سنقوم بتحضير هذا الشمل أحب الكرام rename, أو سنقوم ب properties, ثم سنقوم بمكان وعلى control C سنحتفظ بهذا العنوان. إذا سنذهب إلى هنا ثم سنقوم ب training, سنسمي معطيات training, سننادي على المكتبية PS خاصة بانداس وسنقول له read CSV file وسنعطيه العنوان. إذا سنعطيه إن شاء الله العنوان. إذا لا داعي لكتابة هذه الأشياء ولا إذا لون واحد بالكرام ثم ولا نقطة ولا ثم train.csv. إذا الحمد لله قمنا بتحميل الملف. يمكن مثلا أن نقوم بالتأكد من هل المعطيات موجودة أم لا باستعمال print ثم training. سنقوم بجلب انفو المعطيات الخاصة بهذه الداتا سيت. إذا يا بسم الله run ثم run ثم run, سنسميه decision tree. إذا يجب أن يعطيني المواصفات الخاصة بترين. إذا الحمد لله أعطاني جميع المواصفات الخاصة بالنيم ثم gender ثم age ثم siblings ثم spouse ثم ticket ثم far إلى غير ذلك, pace pay class ثم survived كtarget variable إلى غير ذلك, وكل معطى سيعطينه int. إذا الحمد لله مرت الأمور بسلام. يمكن كذلك أن نقوم بنشر القيم الأولية مثلا. لاحظ قد استعمل هيد ثم اريد مثلا اربع الاسطر الاولى من هذا من الداتا سيت لاتاكد جيدا. اذا سيعطيني المعطيات الخاصه, نعم المعطيات الاحبه الكرام الخاصه باربع قيم الاولى. اذا لاحظ وجود هنا نوت النمبر, وجود فراغات في هذه الداتا سيت سنتعامل معها عند المرور الى مرحله تنقيه المعطيات. وبالتالي هنا الحمد لله الامور تشتغل بسلام. اذا سنقوم الان ان شاء الله بسيب تري, يعني هي عباره عن مجموعه من المراحل ان اتبعتها ستقوم ب برمجة مشاريع تعليم الآلة أو الماشين ليرنين. إذا نقطتين. إذا الجزء الثالث replace, وعلى سأشرح ذلك replace gender replace gender column from string to numeric value. لماذا؟ لأن الحاسوب لا يمكنه, أحبائي الكرام تخيل الحاسوب لا يمكنه أن يتعامل مع ميل فوميل ميل فوميل. نريد أن نقوم بحساب, نريد أن نقوم بخوارزميات, وبالتالي يجب هنا أن نقوم باستبدال ميل مع فوميل ما بالأعداد. مثلا ميل يعني ذكر سنعطيه صفر, فمال سنعطيه واحد تكريما للمرأة مثلا واحد إلى غير ذلك. إذا يجب أن نقوم بتبديل sex columns to into numerical value باستعمال أحد الطرق الجميلة جدا وهي replace. يعني سنقوم إن شاء الله ب apply الميثود apply حيث سنقوم بتبديل المعطيات. إذا سنستعمل الميثود apply لتغيير هنا واحد أم صفر واحد أم صفر لنقوم ببعض الحسابات. إيه بسم الله. إذا هنا سنذهب إلى لاحظ عندنا هنا اسم العمود الجنس هل هو ذكر أم أنثى سكس, وبالتالي سأقوم بترينين الذهاب إلى ترينين وسنقول له استبدل المعطيات التالية. إذا يجب أن حذاري يجب أن أكون تساوي نفس الشيء كنترول سي. سأعوضها ولكن هذه المرة سأقوم بتطبيق أبلي. إذا سنقوم ب إن شاء الله أبلي الطريقة أبلي وسنقوم بتمرير أحد ال لامدا إكسبرسيون, سنقول له إن شاء الله لامدا. لاحظ الحمد لله فوالا
ثم سنقوم بليبل. لاحظ to label عادية لامتا to label نقطتان سأعطيه صفر إذا كان هذا الشرط if وعلى to label وعلى to label تساوي سأبرر له المتغير النصي إذا كان صفر سيكون مال. لاحظ هنا عندنا إما مال أو فمل إبركيس وعلى هنا if مال else إذا كان العكس سأعطيه القيمة واحد إذا ستصبح عندي لامدا إكس ستصبح عندي سأعوض string to numerical value صفر واحد. إذا لتأكد أن الأمور تشتغل بسلام دائما print سأذهب إلى training ثم سأقوم بهيد. إذا لاحظ بين قوسين وسأطلب خمس أسطر الأولى لأتأكد من لا وجود لمال أم فمال وبالتالي بسم الله run هنا. إذا لاحظ يمكنني هنا لا يظهر ولكن سأقوم الآن بخمس أسطر ولكن سأقوم مثلا استسمح إذا أردت أن أقوم سأنقل فقط هذا Ctrl C سأقوم بكتابة Prince Ctrl V لأتأكد من صحة الأشياء. إذا لاحظ أصبحت عندي 0101001 بالدليل أن أول المعطيات 0 يعني مال مهن فومال 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 ثلاث مرات ولا لاحظ مال فومال 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 ثلاث مرات إذا المعطيات تحولت بنجاح. إذا هذا ما سيساعدنا. إذا شيء آخر مهم جدا هذه المرة ماذا هو سيب فور. يا بسم الله سيب فور سأقوم بتعويض الفراغات. لاحظ هناك not a number هناك فراغات مثلا تخيل مورغان موران جيمس ميل يعني ذكر ولكن الأجل لا يوجد هنا الأجل وبالتالي يجب أن أملأ جميع الخانات الخاصة بالسن وبالتالي يمكن تعويض هذه الفراغات بالمعدل العام معدل عدد الراكبين المعدل سن عدد الراكبين يعني سأقوم بملأ الفراغات. إذا كما قلنا في هذه المرحلة سنقوم بملء الفراغات كما قلنا دعونا نعلق عليها إن شاء الله. ولا سنقوم بحساب المعدل. لاحظ سنقوم بحساب المعدل حسب هذا العمود age. إذن سنقوم لو حسبنا المعدل إن شاء الله سنكتب مثلا AVG average مثلا average age يساوي إذن سنقوم بتحويله إلى عدد صحيح طبيعي ثم سأذهب إلى training سأخذ العمود age ثم سأقول له فرجاء طبق الطريقة main لحساب average لحساب main يمكن أن نتأكد من ذلك print بين قوسين average age وعلىكم موين أحبي الكرام وعلىكم موين أو معدل هذه معرفة الأمور وعلى print. إذا سنذهب هنا ونقوم بالتطبيق يا بسم الله موين إيغول. إذا لاحظ 29 كمعدل أعمار ركاب سفينة تايتانيك. إذا سنقوم بتبديلها أحبائي الكرام تبديل الفراغات ولا ملء الفراغات. لملء الفراغات يكفي أن نكتب training ولا سنذهب إلى هذا العمود سنذهب إلى هذا العمود إن شاء الله هذا العمود اسمه age سنقول له رجاء دوت فيل ما معنى فيل فيل نوت ان نمبر فيل يا ملء بالانجليزيه نوت ان نمبر قم بهنا سنعطيه
افيرجي اتش ونقول ريبليس ان بليس واحد ان بليس ايجول ترو. نعم اذا الحمد لله لنتاكد من اننا توفقنا. اذا يمكننا ان نقوم بنشر هذه المعطيات مثلا print سنكتب print بين قوسين training age control c control v. اذا مثلا من صفر السطر رقم صفر 1 2 3 4 5 6 6 اذا صفر حتى يعني اخر قيمه يجب ان تكون 29 صفر حتى 7. اذا ربما نفعل ذلك ولا صفر حتى 7. اذا لنا نعم لاحظ 29 في الرتبة الخامسة. اذا لاحظ الرتبة الخامسة 0 1 2 3 4 5 يعني الخامسة كانت فارغة الان اصبحت الرتبة الخامسة 29. اذا الامور مرت بسلامة. قمنا بملء جميع الاشياء الفارغة الحمد لله. اذا اهم شيء في decision tree هو المواصفات التي سنشتغل عليها. اذا سناخذ المواصفات التاليه far ثمن التذكره مهمه جدا لتحديد الشخص. سنذهب الى ps class يعني الكلاس صنف مسافرين عاديين ام صنف رجال الاعمال. ربما صنف رجال الاعمال مزود ب مثلا ب الاسعاف مثلا باشياء التي يمكن ان تسعف في الغرق مثلا محددة جدا. ثم سيبلينج المرافقين و سبوز والزوجة كذلك عدد المرافقين. ثم السن ثم الجنس هل ذكر أم أنثى. إذا كما قلنا ذلك إن شاء الله. إذا سنقوم بتحديد المواصفات. ضروري تحديد المواصفات. أما target variable هو survived هل سيعيش أم لا. هذا هو المهم. هذا هو الذي نبحث عليه. هذا هو الذي نريد أن نقوم بالإجابة عليه هو target variable. إذا سنقوم بتحديد target variable. اذا target variable y target سنقوم بكتابتها هنا. يا بسم الله يا ربي. اذا كما قلنا هنا target تساوي training survived control c. اذا سنستخرج y و x. اما هنا سنقوم بنقل survived voilà control c. سنذهب هنا سسمح سنذهب هنا ونقوم ب control v. نعم اما اكس دعونا نعلق ان شاء الله كل شيء يعلق. اريدكم ان تحتفظوا بهذا الكود وبهذه المراحل. يعني هنا سنقوم بcreate the array for the target value. إذن Y أما X سيكون عندنا مجموعة من الأعمدة Features. إذن Columns. إذن سنحدد هذه المواصفات Features Columns ماذا يساوي. إذن سنعطيها الأشياء التالية. إذن أول شيء ثمن التذكرة ثم سنعطيه شيء آخر PR class. إذن لا يجب أن أقوم بالخطأ عندما أنقل مواصفات PR class control C. سأذهب هنا dot control V. سأقوم باستعمال شيء آخر هنا sex مثلا gender ثم age. هذه عبارة عن مواصفات على ثم sub
سابلينغز سبوس وعلى عدد المرافقين والزوجة. وعلى إذا سأقوم هنا بنقل هذه المعطيات. لاحظ كنترول سي ثم كنترول في. إذا الحمد لله أصبح عندي عمود. الآن يمكن أن أحدد محور الأفاصيل كما قلنا X مثلا X input التي يمكن أن ندخل المعطيات المخرجة output إذا Y targets أو output input مشي مشكلة حبيب الكرام يساوي سنذهب إلى training وسنقول له خذ نقوم بتحويل هذه الأشياء إلى list بين قوسين وسنمرر له features column يعني هذه سنحولها list سنمررها إلى training لنتأكد من مثلا أن الأمور تشتغل بسلام. plant بين قوسين سنمرر له x input. أما هنا serve point value أعتقد بين point إذا سنقوم ب dot هنا حيب كرام فال يوز وعلى كما فاليوز أو فاليو وعلى إذا اللي أتأكد من الأشياء إذا هنا برانس إغراج تاركت مثلا سأقوم من صفر إلى غاية خمسة مثلا هنا كذلك سنذهب إلى مثلا دعونا فقط نتأكد من plant إجراج target على صفر. لاحظ صفر واحد 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 صفر كتارجت كإجراج. لاحظ هناك صفر واحد 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 صفر صفر وثلاث واحدات ولا هنا كما قلنا يمكن الذهاب إلى plant سنقوم إذا يمكن أن نتأكد حتى من العناصر الأولى اللي هي voilà plant باستعمال plant x input من 0 إلى 4 يعني من السطر رقم 0 إلى السطر رقم 4 لاحظ 0 1 2 3 4 ثم fair لاحظ pair class sex age sub وعلى يعني الأسمنة 7 7 و 7 نقطة 25 71 نقطة 28 نعم. إذا الأشياء الحمد لله استخرجنا X ثم استخرجنا Y لا داعي لاستعمال plant. الآن الحمد لله نتوفر على الأشياء. إذا المرحلة الأخيرة هي المنادات على أحد الدول الخاصة ب ماذا ب سايكيت ليرن. اذا الان سنقوم ب كما قلنا كنترول في كرييت كلاسيفير ترينين از ا ديسيجن تري كلاسيفير اوبجكت. اذا سنسمي سي ال اف كلاسيفير ترينين فوالا ترينين سنسمي تيتانيك اسم. سنذهب إلى تري ثم سننادي على الدالة decision tree classifier بين قوسين سنمرر لها الأشياء التالية criterion على يساوي انتروبيا حبيب الكرام انتروبي ثم سننادي على احد ماكس دبت يلا تري ولا اذا ثم نقوم بتدريب هذا النموذج voilà باستعمال fit voilà باستعمال طريقة voilà dot fit تدريب هذا النموذج بين قوسين
سنمرر له اكس انبوت فاصلة إيغراك تارجت. إذن الحمد لله ستيب هنا ستيب أحبائي الكرام. إذن المرحلة الأخيرة هذه المرحلة سنقوم بحساب سكور لمعرفة مدى تجانس X input مع Y target. إذن سنسميها ستيب 7 الحمد لله. السكور سنقول له برانت عادية. سنذهب هنا إلى هاتي كنترول سي سنذهب هنا كنترول في دوت سكور سنمرر له كما قلنا X input Y input كنترول سي كنترول في ونجرب ذلك. بسم الله لاحظ سكور يساوي 0.82 جيد قريب لواحد وبالتالي هناك تجانس وهناك منطقة أحبائي الكرام. إذن كما قلنا آخر مرحلة وهي مرحلة الحصول على الجراف أحبائي الكرام. إذن ستيب سنمرر له الثامنة. إذن الحصول على الجراف أحبائي الكرام obtain مثلا tree decision graph dot voilà. إذن هنا سنقوم بالمنادات على أحد الطرق الخاصة بجراف في زد حبا الكرام. إذن قمت بتبديل gender age fair PL class sublinks spouse فوالا. قمت الان سنقوم بالحصول على الجرافيا بسم الله على بركة الله. سنستعمل ويد فوالا تحم open اذا كان يوجد ملف سنقوم بخلقه. اذا سنسميه باهي decision tree دوت دوت مهم جدا ان تكون اكستنسيون دوت احبائي الكرام. ثم نريد ان نكتب المعطيات وبالتالي سنستعمل دبليو رايت ثم سنسمي هذا الكائن از اف نقطتان ثم اف ماذا يساوي سيسمي تري. سننادي على اكسبورت على اكسبورت وعلى اكسبورت راف بين قوسين سنمرر له اولا هذا ترينين تيتانيك كنترول سي كاول بارامتر ثم اوت فايل اف فاصله ثم فيتشر كولومز ملاحظه المواصفات سنعطيه هنا فيتشرز كولوم كنترول سي. سنمرر له البارامتر الثالث هذا البارامتر يعني عندما سنطبق يجب ان شاء الله ان يكون عندنا هنا على سيخلق يجب ان يخلق عندنا ملف اسمه باي ديسيجن تري هنا. يا بسم الله على بركة الله ران هناك خطأ فيتشرز كولومز فوالا اكسبت كي هنا ارتكبت احد الاخطاء في فيتشرز كولومز يعني يجب هنا ان اقوم بتركه يكتب ما فوالا اوت بي فايل ثم هنا كما قلنا فاصلة ثم فوالا فيتشرز نيم فوالا استسمح فوالا اعتقد هذا هو الخطأ. اذا الحمد لله اصبح عندنا باهي decision tree واحد باهي decision tree عبارة عن diagraph tree. اذا اخر مرحلة وسننهي سنذهب لكم بعد سنحول هذا الى صورة
وبالتالي سأذهب إلى أحد هنا شابيتر دولار يوزيم شابيتر كاس لا أحب الكرام هنا نعم إذا كونفرتير سنذهب هنا أحد المواقع الإلكترونية الجميلة التي تقوم بتحويل وعلى إذا لو ذهبنا هنا وعلى إذا سنمرر له الملف أين يوجد الملف يوجد الملف عندنا هنا إذا ذهبنا إلى بايشارم إذا يوجد داخل هذا الريبرتوار هذا الريبرتوار موجود في سي على أعتقد سي سنذهب إلى سي سنذهب إلى يوزرز سنذهب إلى لونوفو سنذهب إلى بايشارم بروجكت نعم بايشارم بروجكت سنذهب إلى هذا المشروع هذا ساينس سنذهب إلى باهي الأحد فوالا إذن هذا هو الملف باهي ديسيجن تري سنقوم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني ونختار هذا الملف باهي ديسيجن تري أوفرير ثم سنقوم إن شاء الله بتحويله كونفرت ماشي دوك استسمح دوت اون بي ان جي استسمح سواجير ثم ساختار دوت ولكن سنقوم بتحويله دوك ليس دوك ولكن بي ان جي دوك بي دي اف او بي ان جي كونفرتير اي شيء ناخذ بي دي اف مثلا كونفرسير سنذهب الى هذا الملف تيليشارجي داخل سطح المكتب سنتاكد لا لا عبارة عن صورة استسمح هنا كما قلنا دوت ولا كونفرسير خذ هذا الملف استسمح على الإطارة يعني اون بي ان جي هاي PNG كونفرتير نعم PNG فوالا PNG تيليشارجي داخل هنا PNG باهي ديسيجن تري هاي الحمد لله اذا قمنا باستخراج هذا إذا ماذا تعني هذه شجرة القرار أحبائي الكرام بأن أولا سكس أصغر من أو يساوي 0.5 تري فولز ما معنى تري يعني أصغر من 0.5 يعني ماذا يعني صفر يعني أن الدكور يعني المسافرين الدكور لاحظ عدد المسافرين الدكور هو 577 وعلى ثم ما معنى فولز يعني الإناث يعني عدد الأعداد 314 إذن سننتقل إلى الأرج أصغر من 13.5 ثم هنا صحيح ثم هنا أكبر ثم ننتقل إلى أشياء أخرى إلى عدد المرافقين هل أصغر من هذه التذكرة ثمن التذكرة إلى غير ذلك يمكننا قراءة هذا الجراف أحبائي الكرام انطلاقا من إذن انطلاقا من المعطيات هنا قمنا بتحويلها إلى جراف شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء